بس حرام حرام حرام. لا لا كده حرام. لا هنتفاهموا بقى بالراحه، نتفاهموا بالراحه. لا 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 جبل احلى حاجه كل ده الكلب واخد علبه السجاير مش راضي يديها له، مش راضي. تحر يا جزر، بيقول لك انتوا الفلوس اللي بتتعاملوا بالذوق. طبعا يا جماعه صباح الفل عليكم. طبعا الحلقه دي هتبقى جامده خالص. ياسين جايب الكلب الجابر، وجابر استخبى على الشجر عشان جابر عليه فلوس لياسين، وكمان ان هو ياسين بيدور عليه دلوقتي، بس انا اللي عارفه مكان جابر. ياسين لسه ما عرفوش اسمه. شزره جزره جزره يا المفروض جزره، بس عندي بس عندي جابر شزره. فبصوا يا جماعه سبحان الله، انتوا بقى شبهتوا، مش عارفه نقول لكم ايه، شبهتوا جزره بايه وعلى الشجره كده. بصوا يا جماعه جايين يدوروا عليه ومحدش عارف مكانه. تعالوا ندور على الشجره هنا، محدش عارف مكانه الا طبعا انا. كان في قرد ضايع مننا، في واحد فين صاحب الارض دي؟ فين؟ فين؟ طب انتوا جايين ليه يا جماعه؟ جايين ليه؟ هنا فلوس عنده. ليه؟ ده بالراحه بس، فهموا بالراحه. هو كان هنا ومشى. راح فين بقى؟ ما اعرفش، هو طلع كده. طب انتوا جايين له ليه كلكم كده رباطيه والكلب؟ فلوس ايه؟ انا عايز منه فلوس العسل. لا ده انت اللي عايز منه فلوس الماء، وانا عايز منه فلوس العسل. ابويا بعتني نجيب فلوس العسل. ابوك مين يال؟ قال لنا فارق، قال لنا قال لنا فارق هنجيب ال هنودي نبيع المهر ونبيع البقره اللي عنده ونجيب لكم فلوس العسل. لا هنبيع اللبن ونجيب لكم الفلوس. اضحك علينا. لبن؟ حبي فين؟ يعني هو شزره، يعني هو شزره قال لكم هنبيع اللبن؟ لا الكلام ده قوله في الشجر. لا 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 مش معقول هيطلع الشجره يعني. لا 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 انا بطلع على الشجره. لا 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 مش معقول، مش معقول. هنوقع الشجر دلوقتي. هينزل لك بلق. لو انت راجل اللي عامل لي فيها قرد، لو انت راجل عرفت اكله. عرفت هلا خد على ما
ده ده انك عامل زي الجنود فوق يعني. انزل يا جزر ده ما نكسر لك الشارع. لا ازاي لا ازاي يلا ولا ولا تصرف الشزرة. انزل يا جزر ولا انزل يا جزر ولا جن ولا جن يا جزر. بس احرش يا احرش هنطلع لك يا جرد. اه اللي بناها جرود اهي مش هتنزل مش هتنزل خلاص خلاص نفك الكمامه ولا ولا ده نازلين الكلب حملوا حملوا فيه امسك يلا ولا امسك يلا ولا ولا سيبوه 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 امسك يلا امسك يلا امسك يلا امسك يلا امسك يلا امسك يلا لا لا استغفر الله بس حرام 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 لا لا كده حرام لا هنتفاهموا بقى بالراحه نتفاهموا بالراحه لا 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 جابي خلوني كده انا بدل التحر يا جزر التحر اقعد هنا الكلب يا سيدي اقعد هنا احلى حاجه كل ده الكلب واخد علبه السجاير مش راضي يديها له مش راضي تحرى يا جزر بيقول لك اديني الفلوس اللي هتتعاملوا بالزوج. طب بصوا يا جماعه الفلوس اللي عند شصره عندي تعالوا اقعدوا لا مالناش دعوه اقعدوا عايزين ناخد الفلوس بس تقوموا بقى بالراحه بس كده يالا حاجتك يالا مش يالا اه يالا انت بتعمل ايه يا خزينه ايه يا استاذ؟ ده احنا عايزين طلباتكم بس. احنا عايزين فلوس. انت مش قلت لي هتاخد سن؟ الماس انا اوعدتك وعد. انا عايز وعد اوعدتك وعد. انا طالع اديك فلوس. انت قلت لي هديك فلوس. 5 جنيه. هديك 5 جنيه. انت كنت دافع لي كام؟ انا دافع لك 17000. طبيعي 17000. 17000. 17000 يا عم نازل منهم 5 جنيه فاضل لك كام دين؟ 16000. ازاي؟ 16000 الا 5. خمسة جنيه وصلك يا خا يا خا يا مستعبطك يا خال يا خا انت بتهزر يا ابويا وفي حاجه اسمها 5 جنيه في الزمن ده يا ابويا انا دلوقتي خلصت ودي ايوه يا عم خلصها ودي ما خلصهاش ليه؟ اهو يا عم خلص صلى على النبي الف صلاة خد يا عم انا فلوسك يا عم انا مش وعدتك وعد امبارح قلت لك يوم الاحد جيني شخص فلوس النهارده الاربع الخميس النهارده الاربع الاربع انا كنت بنتكلم على الاسبوع اللي جاي انتوا جيتوا النهارده مش هيكلمك انت سيبه اه بس بره انتوا شايفين انتوا جايبين الكلب ليه طيب؟ جايبين عشان تدي له فلوسنا ان شاء الله عم بيع البهايم يا عم يوم الاحد الجاي مالكش دعوه بالسجاير عم بيع البهايم وعلقهم مشحر له و ومشحر على غير باعت اللبن ولا بتاعت حسب فين ولا حاجه مش دعوه بالله انا عايز النهارده نص الفلوس فلوسك تطلعها على جزر يا رجال انا معيش حاجه يا رجال انا احب على راسكم والله ما عايز تمسك فيا يا عمي مش ماسك فيه امسك فيه هجيب فلوس انا هعمل معاك الحاله اه هترجعني في طرعه زي ما وقعتني يا عمي بالراحه بس يا رجاله في ايه؟ هجيب فلوس انا يا رجاله على الفرق هنا ما ينفع ما يدوسوا من البلد لا ينفع طب هو على راسي كده ايه؟ انا لسه ما خلصتش طب يا رجاله عيب كده يا رجاله هنشرب شويه ميه تشرب ميه فاق اي ميه لا الميه هناك اي ورا مش ناصر اهي والله ما انت متحرك مني سيب سيب انا شرب ميه يا رجاله انا مش من هنا لا سيبوه سيبوه راح يشم ميه اقلع لك يا رجاله عيب يا رجاله اقلع دمكم عن النقلع برضه ده انا صايع ده انا عبد صوت على المحطه خلي بالك لا والله والله ده انا صايع قوي لا اعملها علي الطلاق انا صايع قوي يا والله علي الطلاق انا صايع قوي يا امسك يلا اجري وراك يلا انا صايع قوي لا 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 خد يا جزر امسك يلا امسك يلا عورنا لا امسك يلا ارجع دي عاد تعرف يلا قتلت الولا قتلت الولا لبسناك طول مطعني عزيز خمسة جنيه قتلت الولا قتلت الولا قتلت الولا قتلت الولا قتلت الولا يلا سك يلا اقعد شو عامل لك يا باي دغدغتنا كلنا بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله والرجال اعتبر ما يعملوش حاجه مع جابر الكلب هو اللي عمل عمل كل عاي لا 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 ل
بس ايه ما تقعدش تهجم علينا الكارت ده. اقعد اقعد يا عم. احنا عايزين نقطه صغيره في الاخر. طبعا نقطه صغيره في الاخر. اقعد يا جماعه اقعد يا جماعه. نقطه صغيره كلب مطلوب عادي عادي. الكلب بتاعنا النهارده كان مع راس. سيب يا سيب ايدك من هنا. عايز اقعد عيب السجاير. عيب السجاير. اقعد يلا. اقعد يلا تحت يلا. خلاص. عيب السجاير. انا ممكن نشيل له الكمامه. خلي بالك الفلوس انا اخدها بكره. يا عم لما يجي بكره ربنا يحليها. لا يا ابوي. يا خالي لما يجي بكره ربنا يحليها. بدل ما اقول لك العنقافتك دي. والله. انا قلت لك اغسل قبل كده وشك شبه الجريده دي. وشك شوار ولا المخاج ولا في اي حاجه وشك دي. وانت اللي وشك حلو يعني. يلا باي. نشتراك كلها دي بالكاس. يلا كلنا نقول باي. باي على علبة السجاير. ثانية 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 جماعة عشان اللي مفرفشكم دول الرجالة بتاع المزرعة. ادي جابر جزرة جزر طماطماية بيكا. كان هنصره خزير حمو بيك. خيارة سوست. خيارة سوست. انا يا حمو بيك. نقول لكم بقى باي. نعمل اشتراك ولايك. يوسف البقاس. نقول لكم بقى ماطق.